ما شاء الله تبارك الله، هذا عملية الفرج. هنا نفرز على الحواض هذه، واحد كبير وواحد وسط، الصغير نخليه بنفس الحوض. أما بالنسبة للفرز نفس عملية الحصاد، نفس الشبك نجيبها من على الحوض كامل، وقف هنا، الحين السمك كله هنا، وهذه سحبة شبك صغير، وهذا طاولة الفرز. ما شاء الله تبارك الله. والله تمنيت الميزان موجود، ما في ميزان، هذه اكثر من كيلو، كيلو 400، كيلو 500، ما شاء الله تبارك الله. ما تصير بالمزارع احجام زي كذا، مستحيل. الحين نعيد مرة ثانية، زي نفس الحصاد. رجع اسمك بيطلع، يطلع شيء من تحت، يطلع شيء من يلفلف يرجع. نقول بسم الله على بركة الله، الحوضين هذه نزلنا فيها أحجام كبيرة 500 كيلو، وهذا 300، ولا زي ما تشوفون ما في لا بدالة ولا نافورة ولا أي شيء، عادي بيتحمل الوضع. نخليه يومين لين يستقر السمك في الحوض، وبعدين نبدأ نعلفه تدريجيا، ودورة موفقة إن شاء الله.